فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا جئت ولم أدرك صلاة المغرب، وجئت على بعض الإخوان يصلون العشاء، وأنا على نية أن أصلي صلاة المغرب، فصليت معهم صلاة العشاء أولا، ثم صليت بعد صلاة العشاء صلاة المغرب، فهل عملي صحيح؟ لا، لا بد من الترتيب. فكان عليك أنك تصلي المغرب أولا ثم تصلي العشاء، أما العكس أنك تصلي العشاء ثم تصلي المغرب، هذا لا، ما يجوز، لا بد من الترتيب. عند شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أنه يجوز لأجل إدراك الجماعة، يجوز أن تصلي الأخيرة مع الجماعة إذا أدركتهم يصلونها لأجل الجماعة، ولكن الجمهور يقولون لا، لا بد من الترتيب. نعم، فضيلة، وهذا هو الصحيح، لا بد من الترتيب. نعم.